يا زيزو الله يباركك، متأكد ان الدكتور رمسيس لسه ما نزلش؟ عليا الطلاق ما نزل وعربيته اهي. انت ايه ما بتشوفش؟ اعمى النظر ورحمه اخوك. هو فين الحرام؟ قال لك الكشك ده فين النصاب؟ خليكني فيه. اوبا شكله كده هرش الخديعه يا حاج. سيبك منه طنش. حاضر. انت هتقعد تلوك من سكات من غير ما نعمل مع بعض مناظر ولم عليك امه لا اله الا الله، تاخد عزايزك المضروبه وترجع لي فلوسي. عزايز عزايز ايه؟ كفالة الشر يا هندسة. ما تستعبطش، انت عارف كويس انا بتكلم على ايه. وبعدين بقى في البلاوي اللي بتتحدف علينا على الصبح دي، الراجل ده حرامي ونصاب، خد مني فلوس وباع لي عزايز فينيك. فينيك اللي بنضفه بيه الارضيات. فينيك ايه يا عم؟ انا ما اعرفش حاجة عن الموضوع ده. الراجل ده سكران. ايوة انت سكران وكداب. انا سكران يا جذبة يا حرام.